الرياضية ورياضة هذا الصباح لكل عشاق الرياضة المهتمين بالتفاصيل الرياضية محليا وعالميا. داخل الاستوديو معنا المحلل والصحفي الرياضي الأستاذ محمد عوض. محمد صباح الخير عليك. صباح الخير عليك لينا، وصباح الخير على مشاهدي الشروق. وهنا الحيوية والنشاط، نتكلم عن كورة احنا، والله نتكلم يا عن اخي كرة ما القدم، لازم نتكلم عن دي كرة البدايات. القدم. دي البدايات دايما نبدأ نعم بشوية شوية، بعد نعم ذلك بيكون في الريتم حماس. بيرتفع. جميل، نبدأ أخبار الصباح. أول الأخبار يمكن معنا عودة النشاط الرياضي ما بين موافقة وزارة الصحة وإعلان رزمانة الاتحاد الأفريقي، كيف يكون موقف اتحاد الكرة؟ لا حقيقة بالأمس الاتحاد الأفريقي فاجأ الاتحاد السوداني، أو فاجأ عدد من الاتحادات الأفريقية بأنه البطولة الأفريقية هتبدأ شهر 11، التمهيدي بتاع الأبطال مفاجأة فعلا. والكونفدرالية، نعم التسجيل بتاع الكشوفات اللاعبين هيكون في 21 أكتوبر، ورفع الأندية في الأندية المشاركة في البطولة في نفس التاريخ. فإذا يعني ما في يعني داعي لقيام الدوري الممتاز، ما تبقى من مباريات، لأنه صعب جدا إنك يعني حتلعب الدوري الممتاز السنة. إحنا في شهر 9 وخلاص، يعني حتلعب في خلال 40 او 50 يوم لإكمال الدوري، دي صعبة خالص. ما في استعداد. نعم، فاعتقد بانه الاتحاد حيلجأ لانه يرشح 4 اندية هي المشاركة في بطولتي الابطال والكونفدرالية، سواء كان بالقرعة او بالاختيار ان توافقت الاندية من اجل المشاركه. وافتكر بانه يعني الوقفه بتاعت الدوري الممتاز في الفتره الماضيه ما كان يعني اسباب، يعني ما بين المنطق وغير غير المنطق، منطقية. أنا ما أثرت سلبا، نعم نقول عنه اثر سلبا بشكل كبير جدا، خاصه لانه يعني الانديه لازم يعني تبدا اعداد جديد للبطوله الافريقيه الحاليه، وده يعني حيأثر بشكل كبير جدا على الأندية المشاركة في الأبطال، سواء كان يعني أو الكونفدرالية، سواء كان لعبت من التمهيدي، وأغلبيتهم يعني 3 أندية سودانية، احتمال كبير جدا باستثناء الهلال اللي حيلعب في الدور الثاني، لكن الأندية دي كلها حتلعب في الدوري التمهيدي، وحيأثر عليها بشكل كبير. ربما يعني خرجت الأندية من الدوري التمهيدي إذا واجهت أندية شمال أفريقيا في الأدوار التمهيدية، أو أندية جنوب أفريقيا، لأنه دوريات مستمرة، إعداد مستمر، احترافية أكتر، دي كلها يعني حتأثر والله سلبا على الأندية السودانية المشاركة في بطولات الأبطال والكونفدرالية في هذا الموسم. يعني احنا نتوقع من موقف اتحاد الكرة انه يرشح فريقين نعم او الترشيح اربعة، هو فقط، الترشيح يعني هو الحل، لأنه ما من المنطق إنك تلزم الناس. لو بديت الليلة الدوري، ما من المنطق إنك تنهيه يوم 21، منطقيا كده ما يعني حتلعب كل يوم، الأندية دي كل يومين أو كل يوم حتلعب مباراة، حتأثر يعني. طيب ايضا من الاخبار يمكن عوده الهدوء الى الهلال بعد تعيين مجلس الصعوبات وتقسيم المهام في اول اجتماع. والله حقيقة لجنة التطبيع الهلالية الحمد لله يعني هدوء المشكلة تام، يعني نقدر نقول فرجت بشكل كبير. الصوبات اختير رئيسا عدد من الأعضاء بالأمس، يعني تم يعني التقسيم المهام بشكل مميز جدا. أهم شيء يعني في الاجتماع إنه الصوبات ومجلسه الجديد يعني خاطبوا الاتحاد وخاطبوا المجالس الثانية، لأنه في لو في أي مشكلة بتاعت لاعبين أجانب أو مدربين دايرين أموال من الهلال، مستحقات لابد أن تنجلي في الفترة القادمة، وده أهم ملف، لأنه الملف ده يعني ظل يعني هاجس للأندية السودانية في الفترة الماضية.
شكاوي جماهير الهلال الكثيرة، عموما. شكاوي الكثيرة من اللاعبين من المدربين لدى الفيفا، وبالتأكيد يعني لو قدر يحسم هذا الملف، فأعتقد بأنه يعني حيكون أنجز إنجاز كبير جدا قبل أن يركز في عمله في الموسم الجديد. وأنا أفتكر يعني دي بشريات جيدة جدا لجماهير الهلال، بأنه يعني المجلس يعني في توافق كبير جدا في الفترة اللي فاتت، وبرضه يعني المجلس الصوبات يعني عمل حاجة كويسة جدا، حيزور كل رؤساء وكبارات الهلال في الفترة الماضية من أجل التوافق، وده كله يعني بنصب في المصلحة الهلالية. أيضا من الأشياء التي يعني انزاحت عنها الغمة وانجلد عنها السحابة الغاتمة صرف رواتب اللاعبين وحل قضايا اللاعبين المدربين والمدربين لدى الفيفا ومراجعة الديون بداية عمل لجنة التطبيع. والله دي قلنا يعني دي حاجة كويسة جدا، وكونك انت تصرف مما تجد، تصرف مرتب اغسطس للاعبين والموظفين والعمال في النادي، فافتكر دي حاجة كويسة جدا من المجلس الحالي. المجلس الحالي يعني ده يشتغل ودار يمشي الامور بشكل جيد قبل الانتخابات التي تنعقد في العام المقبل، فاعتقد بانه دي حاجة جميلة جدا، والناس يعني بس تساعد المجلس تقف معه، ما يكون في يعني معارضة من زي ما قالوا من جول التيت، تكون في معارضة، الناس تشوف المجلس ده بيقدر يمشي الهلال كيف، وبعدين يعني يعني هي الرواتب اللي كانت متأخرة رواتب شهر أغسطس فقط ولا والله في في عدد أكثر من في شهر؟ رواتب متأخرة، لكن هم أسي عندهم شهر أغسطس نعم. اللاعبين والموظفين والعمال، بعد ذاك يعني حيقعدوا وحيجزوا يراجعوا لهم الديون و نعم المرتبات السابقة، ودي حاجة كويسة جدا، دي بداية يعني بداية عمل أنا بفتكرها أرضية جيدة للمجلس الجديد، يعني حتى الناس يعني تشتغل على أرضية متميزة، ويقدروا يعني اللعيبة يأدوا تدريباتهم، يأدوا مبارياتهم بشكل جيد، يعني بروح معنوية عالية. أيضا من الأخبار قرار زيارة رؤساء الهلال السابقين، هل هي بداية للم الشمل الهلالي؟ بشكل كبير جدا يعني، لكن للأسف يعني نحن بنلقى يعني عدد من الإعلاميين معارضين للقصة دي، لماذا؟ بين يعني والله في يعني كثير جدا يعني الوسط الرياضي والإعلام يعني بيقول لك يا أخي الصوبات ده من رخابي ومهلالابي وحاجات بالشكل ده، يا جماعة يا أخي القصة دي يعني نحن شوية كده دايرينها تختفي، نتغاضى عنها. نتغاضى عنها، حتى لو كان صاحب ميول مريخية وجاي يخدم المريخ، أو صاحب ميول هلالية وجاي يخدم الهلال، يعني دي كرة القدم دي كده كرة يعني القدم لاعب يعني احترافية، من فريق ايوه بيمشي من نعم داخل لفريق اخر. احترافية بشيء، حتى في الإدارات بنلقى الأندية العالمية عندها يعني لا 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 بنلقى لا 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 رجال أعمال في الدول العربية عندهم استثمارات كبيرة جدا صحيح. في أندية أوروبية، فأفتكر يعني الحاجات دي يعني يجب أن تزول في الفترة، الناس دارت تشتغل للأندية، دارت تشتغل لأنه الأندية دي شوية تطلع من المستنقع اللي قاعدين فيه ده، فأفتكر الزيارة دي زيارة كويسة، ربما لمت الشمل الهلالي بشكل كبير جدا، خاصة انه يعني عدد كبير جدا من زعماء ورؤساء الهلال مؤيدين الصوبات في مجلسه الحالي، مؤيدين الشخصيات اللي بتعمل معاه، لانه شخصيات توافقية وناس بتاعين الشغل، وافتكر من اول اجتماع يعني حتى النقاط اللي ركزوا عليها هي نقاط ايجابية ما نقاط سلبية في انه يعني ما بتخدم مصلحة الهلال، لا بالعكس الناس دي جايين يشتغلوا وجايين يعني يكون الهلال ده يعني هلال غير في المواسم القادمة، يعني على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي والعربي، فنتمنى يعني انه يعني يكون في قبول لهذا المجلس، معارضة زي ما قلنا ما تبدأ طوالي في منذ الآن ضد هذا المجلس، الناس يعني ما تشحن الجماهير بأفكار سالبة
يعني بتأثر على مسيرة الهلال. ويا جماعة كرة القدم دي يعني لو ما فيها توافق ما القصة ما بتمشي لقدام. نعم، والروح الرياضية مهمة جدا، نتكلم نعم عن نعم رياضة، الروح الرياضية مطلوبة. طيب، أيضا من الأخبار تجميد عضو مدب وعمر تشعل النار في المريخ. والله حقيقة أن الخبر ده يعني المركز الإعلامي بالمريخ نفاو، لكن المريخ فيه مشاكل كثيرة جدا. أول حاجة ما ديبو الآن في العاصمة الفرنسية باريس منذ جائحة كورونا، ما وصل إلى البلاد. عندك العضو الثاني برضو يعني متأثر بشكل كبير، ما بيجي اجتماعات. فأعتقد بأنه يعني هذه الأشياء يعني بتأثر بشكل كبير، يعني الأعضاء التانيين بيتخذوا قرارات تانية. عودة مدثر خيري للمكتب التنفيذي بعد أن تمت إقالته من قبل رئيس نادي المريخ سوداكال، دي كلها يعني ما في توافق في المريخ. المريخ فيه مشاكل كبيرة جدا، وأنا بخاف يعني بشكل كبير إنه تمتد هذه المشاكل للاعبين، خاصة إنه هتؤثر طبعا. نعم هتأثر، خاصة إنه المريخ مقبل على البطولة الأفريقية، قصة الدوري الممتاز دي الناس ما بتحمل تنساها، أي ضغوط. لأنه بشكل كبير بنسبة 95% الدوري الممتاز هيتلغي. الناس طوال تدخل في ملفات البطولة الأفريقية، معروف إنه المريخ خلال السنوات الأخيرة بيخرج من الأدوار التمهيدية، فدي مشكلة. إذا خرج هذا الموسم في ظل الظروف الصعبة والمشاكل الكثيرة، فدي حتكون كارثة بشكل كبير. نتمنى إنه يعني لا 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 المريخ يعني في الفترة الجاية يعني يكون في قبول وفي توافق، يعني عشان الأندية دي شوية يعني تصحى كده في البطولة الأفريقية. الهلال كفاية نوم، والمريخ كفاية نوم، والناس ذاتها يعني صراحة ملت، والناس زهجت من إنه عدم الكورة، يأسد. ما في كورة اليامات دي في السودان. الناس بتتابع الدوري المصري، الدوري السعودي، الدوريات الشغالة بشكل جيد. فأفتكر يعني لو بلدنا ده لو اتحرك شوية الناس بتتحرك معه، تستفيد. خاصة إنه أنديتنا دي لو مشت كويس في البطولة الأفريقية في الموسم الجديد، يعني الجمهور ده بيرجع للمدرجات. خاصة انه الكرة هي متنفس نعم كبير جدا لجموع الشعب السوداني، ما اعتقد ان المفروض ما عنده لون رياضي معين، ما بيستمتع ما ندر بهذه اللعبة، هاي ما ما ندر. ندر ما ندر الحياة كانت واقفة عموما كثير جدا، لكن الكرة توقفت اكثر من اللازم في ظل الظروف اللي كان فيه انفراج كبير جدا في بعض البلدان. السودان كان لسه ما زال في صراعات ونزاعات بين الوزارة والاتحاد وغيره، كلنا تعبانة، فاذا اخرت فعليا الكرة لفترة، ونتمنى انه ترجع من جديد والله لازم ترجع يعني كرة القدم دي، أيوة. لأنه متنفس لعدد كبير جدا من للشباب تحديدا السودانيين. يعني في نعم الموضوع. للشباب، حتى اللاعبين زي ما قلت لك يعني في الحلقة الماضية بأنهم ملوا يعني بشكل كبير، يعني بده يبحث عن وظائف ثانية، بالضبط كده. وظائف نعم بديلة، نعم وظائف ده بديلة الحل بالضبط كده. الأمثل. أيضا من الأخبار استحقاقات اللاعبين والمدربين الأجانب، هل يمكن أن تقصي المريخ من الأبطال أم لمجلس سوداكال الحل؟ والله مجلس سوداكال افتكر بانه يعني ما يعني ما عنده حل؟ الحل في يده، اذا لقى دعم، لازم لقى دعم جماهيري، وما اظن لقى دعم جماهيري لانه في سخط كبير جدا على هذا المجلس. بنلقى انه يعني لا 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 في لاعبين في المريخ حاليا مطلق الصراح، رمضان عجب، محمد الرشيد، رمضان مطالب ب5 مليار في الموسم الواحد، والمجلس يعني قام بالتفاوض معه بدفع 3 مليار. اللاعب رافض يوقع، فهذه كلها يعني إشكاليات كبيرة جدا. هي دي والمريخ استحقاقات يعني. حتى على لو رجعنا للبند الأول، بأنه مشاكله المالية كثيرة، كل يوم الفيفا مرسل أخطاب انه لاعب اجنبي او مدرب اجنبي مطالب بمستحقاته،
متأخراته المالية من نادي المريخ يعني. وأفتكر يعني دي الناس لو ما قعدت في المريخ في الفترة الجاية وناقشت الحلول اللازمة لإنهاء هذه الأزمة تماما، فدي حتلازم المريخ بشكل كبير جدا. هتبقى زي وربما يعني الوسمة يعني. نعم نعم الاتحاد، حتى الاتحاد الدولي يعني أدى اللاعبين في الفترة الماضية إنه يعني إذا النادي ما اداك مرتب شهرين أو ثلاثة ممكن تفسخ عقدك من طرف واحد. وافتكر بأنه يعني ربما لجأ لهذه القوانين الجديدة. القوانين الجديدة أحد اللاعبين في المريخ أو بشكل واضح محترف المريخ ريشموند، اللي عنده متأخرات كثيرة جدا ومهدد بشكل كبير جدا من مجلس للمريخ. المريخ، يعني يوميا بيسحب للمكتب التنفيذي من أجل إنهاء خدماته. طيب يا محمد، يعني ما سبب تأخر هذه الاستحقاقات؟ استحقاقات تصل لخمسة مليار وأكثر يعني. الأسباب، هل الوضع يعني الوضع المالي في المريخ، المشكلات الإدارة الفنية التنفيذية، يعني والله ما هي أسباب انا بقول لك المتأخرات لعدد بانه مجلس المريخ ده يعني لقى تراكم في المديونات. مجلس جمال الوار السابق في كان متأخرات كثيرة جدا لعدد من اللاعبين والمدربين، ومجلس سوداك يعني قام بيحلها، وبرضه تراكمت عليه وبعد تعاقد مع عدد من اللاعبين والمدربين في الفترة الماضية الأجانب، برضه تراكمت عليه هذه الأموال الطائلة. فافتكر بانه يعني لا المجلس صراحة يعني زي ما بقول لك هو طيارة لكن ماشية بمحرك واحد. المحرك الواحد ده حتى المحرك الثاني في أطراف بتحاول تحطيله بشكل كبير جدا. وفي النهاية لو مسكنا المؤسسية في إدارة المريخ، ما في مؤسسية، لأنه المجلس ده أول حاجة هو بعد جبع الديمقراطية بدأ بشكل كويس، لكن تاني في مشاكل كثيرة جدا يعني كانت بين الأعضاء، أعضاء المجلس، وكانت بي 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 بشكل خاصة في أموال البطولة العربية، دي عملت مشاكل بشكل كبير جدا يعني. حتى يعني في لاعبين بيقول لك يا أخي نحن تسلمنا نص المبلغ أو نص الحافز، ونص الحافز الثاني ما ادونا له لحد هسه. فدي كلها يعني مشاكل في المريخ، ودي أثرت وتراكمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وظهرت ياهو الديون الأخيرة دي. فنحن نتمنى يعني إنه يعني الوضع ده المريخ ينجلي بشكل كبير، خاصة إذا قلنا المجلس لقى دعم أموال من جهات أو من جماهير النادي حتى يعني تنجلي هذه الأزمة. إن شاء الله تنجلي غريبا والله إن شاء الله. نتمنى. نعم، أيضا المنتخب الوطني يعد الاستعداد للاستحقاقات الخارجية. والله أنا أفتكر تدريبات أو معسكر المنتخب الوطني هذه الأيام يعني أنا أفتكر يعني مجرد نزحة يعني، بس يعني زي ما بيكون شباب في الحي قاعدين يلعبوا، يا جماعة والله يرحكم نلعب خماسيات ونرجع تاني نلعب في أمشي بيوتكم وتعالوا المسا نلعب تاني. فده معسكر ذاته غريب جدا يعني معسكر المنتخب. أول حاجة يعني في علامة استفهام كبيرة جدا من أول تدريب للمدرب الفرنسي في لوت، مدرب المنتخب الوطني. أول حاجة أعاد تدريبات الكوبر تيست للاعبين من جديد، وده بيدل على إنه يعني المدرب ده ما مقتنع بالجهاز الفني الشغال معه. نعم، ما تكلمنا شوية عن تدريبات الكوبر تيست. التدريبات البدنية البدنية الاختبارية اللي بتدعم أول حاجة للاعبين اللي قبل الجكة حول الميدان هاي والحاجات تدريبات دي بدنية، اختبار بدني يعني. خالد بخيت بدل التدريبات دي والمدرب كان في فرنسا، كان لمدة 10 يوم
مدرب من جاب من فرنسا عاد من جديد. عاد من جديد بياخر في الزمن يعني، وليقى تأخير الزمن. لا لا، ما هو ما مقتنع معناته بتدريبات الجهاز المعاون، ودي مشكلة كبيرة جدا. تاني حاجة، التمرين حدد يومين في الأسبوع، تاني في الفترة التانية يوم الأحد ويوم الثلاثة. معقول اللاعب يجي يوم السبت المعسكر، يجي التمرين الصباح كويس، يمشي يتمرن، يمشي بيته يجي يوم الثلاثة يتمرن؟ دي استعداد شنو؟ انت حتواجه المنتخب الغاني، المنتخب الغاني المدجج بالنجوم العالمية واللاعبينهم في فورمات عالية. فافتكر يعني ده دي نسخة ساي، دي ما تدريبات. الاتحاد لو اساسا جادي كان بيعمل مباريات ودية في يوم الفيفا، مباريات حقيقية، كان بيستأنف الدوري عشان المنتخب يعني يلقى فرصة. اي المنتخب ده داير انه يتأهل لنهايات الكان ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. يعني واقع الكرة السودانية عموما في السودان يتغير، ونصبح يوما صباحا على اخبار الرياضة هذا الصباح بإيجابية وبأخبار جميلة مفرحة لكل الفرق ولكل المحبين ان شاء الله. انا شكرا لك كثير جدا، لأن الزمن انتهى. محمد عوض الصحفي الرياضي على هذه المساحة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. نعم، شكرا ايضا لكل